أكد محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر استمرار العمل على ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق. وفي تصريحات لأون لايف أشار طاهر إلى رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع أي شكاوى خلال هذه الفترة. احنا متوقعين ان احنا يبقى عندنا اقبال من زوارنا. احنا عاملين استعداد كامل لهذا الموضوع بتجهيز كل المسطحات القادرة والشواطئ اعداد جيد. طبعا المستشفيات في التوقيت ده مرفوع درجة استعدادها، الحماية المدنية عاملين فرق طوارئ نظافة في حالة من رفع درجة استعداد للمحليات للتعامل مع كل الزوار اللي موجودين والإقبال اللي هيجي، زائد كمان خطة مرورية مرنة لمنع التكدسات خلال الفترة الجاية.